تنديدا لايقاف زميلهم من قبل وحده الامن والصدر في حقه بطاقه تفتيش والمطلوب للعداله بحكم 6 شهور سجن، خل اعوان واداره الشركه الوطنيه لسكك الحديديه في اضراب مفتوح بكامل تراب الجمهوريه اليوم العشيه. اليوم فوجئنا مع يمكن ساعتين ونص بايقاف عون مصلحه الجر بصفاقس على خلفيه خرجت فيه برقيه تفتيش. وترجع برقية التفتيش للحادث وقع في جهة المكناسي في مايو 2016، مع العلم أن البرقية الاستدعاء للبحث ما وصلش لإدارة الشؤون القانونية، وقع الاحتفاظ به في منطقة المهدية، واضطرينا الأعوان في صفاقس وبعدين وقع في الجهات الأخرى التنسيق وقع الإيقاف الوقفة احتجاجية مطالبة بإفراج عن زميلنا الموقوف. وقع تدخلات من طرف الاتحاد العام والجامعة العامة والسلطات لهنا في السلطات المعنية في مستوى وزارة، وإن شاء الله توا باش يحولوه السيدي بوزيد ياخذوا أقواله وإن شاء الله يقع الإفراج عنه فورا. صراحة